وسلامت هاي ريد يشبه اللي محمد طاهر وهي تاعه والأب يادر سلامته هذا أردت أن أحقا إراها سيدة عوجد وعدوه وأستر الصحنة برامج كاسوة وبرامج آدم من سوية وعن أبنال ونكور خبنا إلا عند المبادة وواحد بضل مزير كاها جبلان سيستا مستاس عن السيستا جبلان ليهابة أنا بدي أقول واحد رائع أيضا ما كان شو التسويق شو هذا اللي هو نغلقه إن ربنا شو اللي نوصل إليه أو التعامل أو ويجي حط نظام أو في الفرعونية اللي هو ماشي اللي هو المريء أو استيد جبل أن استيد على ود سو وعلو بعين يعني لفانت وامر وتعاطف من دوار إسا أنت لغاية ما علوم بعين يعني زين ليش الأسبوع الثاني ما ليش ما عاوي شيل شيل بودا حلايا جروب جروب بودا حلايا ليش ما المشكلة يا ولاد ما عن لفان هيا لا أبد وحن رتينا إلى المشكلة هاي ما بحاجة أك أفر بدن وما لي الدولة هي وقدر السيستم هاي كل دولة بيت أو كسر رأي أو طلب أو آه وسنتر الجبر من فيها إلى رأي أو طلب أو آه استديو بكلة وإنه راح عن نظام كأدمينستريشن كا أو عم انترناشنال كا عم ناشنال لوجا إن إنه راح بنك الرسمي من أحمد مليج أو مسكت جاي فوضى ده فوضى ده فرق بعدين أو مدة كلة واستعمال أيوه كينيا واي نجا هي ستائر الدين أو سوماليا كينيا واي نجا واي دونيسا أو إني كارا تاعي دونيسا بدا يدي بيجين إني دونيسا كينيا حبك الدبلوماسية دا الدولدو درس كاوكوغا دقم لهايين عبا دوس كوغا دقم لها لما عمد حنين تيوسفة أو سوماليا على شنين كوصة ما يصير دونيسا كينيا أيضو عدل عدل نبوءه ونوسو الدوشي لمنك الديارة بكسو الراحة وكم مرتقاها وفرقسامبو عصابي باروعوي مقديشة ماشي تقعد لها أما مقديشة دولار دي كدس ليد الصوماليات وقعد لها أيو نيرولي قال هياد وإن بوشيك وعن ليه كريمي شرف الملغة يبدو الملغة يعقل الملغة يصومالي الملغة للا كمتشفة هو يكون راعي أما أوعه أما استدير ذات العقول تنسينا شريف وين ده أنا الشريف وما غانا شريف وين ده يعني إياه والله ترى ميت كان كلي أوعه بشير عبد الكريم أكس بريسيدنت أوف جلمني وعلى جلمني لابا بابا ويخلدين وحان أقارن إن أهدان أمد الصومالية معي ده تحد جدا شرفتي يقرن مدي يقرن مدي الصومالية وحنا أبنا يا سيد الله وحنا إلهي أغلية صدق أغلية إلهي أبو رأي أنت اللي أبي هاي أغلية وحا استعمال بس كيسا سوصوصا أبا ملاعظة وحا سوصية أغلية أغلية دين آدم كأمور متعوية أغلية وأغلية حيوان وإذا أغلية بيدني من بكرة أما أغلية حيوان هو ما سأتكسر بني وصورة حيوانية وكان يعمل كيدا كوشة كينا هيا وأمد الصومالي كل كيدا بدر كمينا هيا وبدد بدر كمينا هيا كان يحاولنا وقعها عنها وعدو ذا يجيني إن عايشين في كاريان عما باران عما كهالات بل الدنيا معارا لماذا نوع عماها معارا لماذا وحلا يتاوها ووحي إيكا ناشي نارا قد معارضة ودورك سمعارضة كوه سيدا أمد لكم ما أبغمه هو أغلي حيوان كاتب ما أغلي رسنسن أغلي بلاد كامل ما كان ما أغلي دكسو الدماسو سبب إلى سير ما أغلي حيوان كأي كوسة كينا هي إذا إذا يريا إذا إذا من كوسة كينا أبي لسان because ما هو الجروع اللي كان أو أبي بلاد يارك سوقه شدارك يفرمروي كتير ما ومروح بلا عالم قادم كرا مروح سواليه كتبا مروح حدا نوان كاس استدين وحي كاها ينبالي ليه يا ينبالح كاها
waatahay marka siyaasiyiintu miyaanay fikirkooda siyaasadeed iyagu go-aan u lahayn oo suuragal aysan ahayn inay ku qanceen doorashada kismaayo ka dhacday inay la saxan tahay iyaga maadaama ay siyaasiyiin iyagu yihiin oo maamul goboleedyo soo maamuleen? walaahi waxa weeye hadee waxa weeye sida wax u dhaceen dadka dhahaya dowladda dhexe ama wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe shaqa naguma laha. War ma dowlad kalaa kilikaano ama statekaano ama ismaamulkaano ma dowlad kala wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeedii ayay qabsanaysaa oo cad, shaqadeedii ayay qabsanaysaa oo cad, shaqadeedii ayay qabsanaysaa oo cad. goofna loogu aadayeeni maayo, shiiyaa naga dhicin karin, imaaraadku carabkan shukooyinka xun baa naga dhicin karin, ummadda soomaaliyeed waan qana laga sidi mahayo, caqligoodiba ilaahay sidaa ka dhiga, ilaahayna caqli dambe ma siinaayo, allahna ku burburiyo. I believe so because sida ay u dhaqmayeen caruurta uma dhaqanto waa xayawaan ilaaha caqligoodi because idaha riyaha hogaamiya geedka markay harsanayaan ilaa riyuhu dareeraan ma dareeraan waa idaha caqligoodi xayawaanka caqligoodi caqliga suubanna malaha caqliga normalka human beingka aadami uu leeyahay malaha waa caqliga xayawaanka leeyihi kuwa ku dareeraya iyo kuwa ku kala baxsanaya waan ka qayb galaynaa waan ka qayb war maxaa ka qayb gashaa annaga makeniyanaroga nala ka xukuma mase mogadishaa nala ka xukuma war barta 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 soomaalinimada barta iyo xaqiiqda iyo karanimada waxay leedahay waa gartay. Dhinaca kale galmudug waa la socotaa, guddi ayaa la magacaabay farsamada iyo doorashooyinka nidaamkooda gacanta ku haynaya. Guddigaas sibaa loo saluugsan yahay oo ahlu sunna lafteeda kulan degdeg ayay maanta qabteen. Marka arinta maxay ka dhigan tahay? wallaahi aniga ahlu sunno iyo dowladda dhexe iyagoo heshiiyey baan ogaa. heshiiskaas 10 qodob buu ahaa, waa la isla og yahay in hadda sida caruurta dib loo soo noqdo, sida heshiis caruuru gaadhay in ay maaragtay dib ugu soo noqdaan mar fiicna waa la og yahay. jihaad waxaa loo baahan yahay oo kale
تبدو وحالي يقان الصومالية كبير وحكي الصباحة عادينا لما كان شباب كالي شفت كالي لنا معقل لنا معقل الشباب كالي ومدو وحاولي 4.5 وحوقي بسطي إلى أي حسبية بضن وحالي الشيبة الديمقراطية اللي هي اللي جالة هذي دكو وحي قيم سيدي لي ما إن مارسي تبدو عن ميلا عاصي أي هاد وقت دورد المتحادثة dowladuna haddii u taxaysay xaqiiqadeeda iyada laftigeeda lead noqonaysa waa la heshiiyay ciidankoodu waa loo qarameeyey jeneraal looga dhigay korneylo looga dhigay ninsare extraha la siiyey aagu farbool ciidanka soomaaliyeed banaanka ka sii badan baa la siiyey wax badan baa loo ogol yahay ayatullaahi yal baa wadaadada laga dhigay soomaaliyeed u noqdaa la yidhi ma baahdo waxay doonayaan oo kale lama garanayo shacabku waa arkeen haddii magaalada uu samray anigu waa tahay amiran tahay adduu waa amiran tahay gobolahan ka yeelayba xulqul dambe iyo dhibaato dambe uu samray anigu guriyay lagu baan kulay waa meesha aan deegaanka ku dhashay in la daayo dowladda Soomaaliyeed aktiisa ku jira iyo administration ke iyo wax qabadka anigu waxaan ka hadlayaa laban iyo laban la ka hadlay maayo xisbiyada kale ee Soomaaliyeed maan ka hadlayo dowladnimo haykalkeed baan ka hadlayaa ay kalka dowladnimo ayaan ka hadlayaa ma faan waxa weeye in loo adkaysto oo loo adkaysto oo loo dhimriyo baa la doonayaa habka administrationka ee dowladda galmudug state ay ka dhisayso noqnoqoshada isugu caruur weeye wax loo baahan yahay maaha waa la qalciyey wax kastaa loo yeeray wax kastaa lagu soo noqnoqday prime ministerku waxa weeye koronta jawrni afartan xashuu joogay boosil dhammaan wax dhici kara hadda ma hadda iyo hor alla markasta bal ruuxas waxa aadan ku dhaqmana ma ilbaxnimaduna ma ogola caqliguna ma ogola dadnimaduna ma ogola soomaalinimaduna ma ogola anigu hadda haddaan jiran cabad oqlan ka sameynaya hadda inaan ihraa oo ane baad jida iyo ma caqliba ruuxaan dadkaana muxuu ahaa hanuun ilaahay baa ugu inta islaam kan barlo wadaadaanahay miilay wadaadnimadooda iyo islaamnimadooda iyo sharafkooda wadankaas u dibbaxay dadnimada.